كيف نجعل من بيوتنا حرم آمن؟ شو يعني حرم آمن؟ شو يعني الحرم؟ الحرم تطلق على شو؟ على المسجد، على المسجد. ما يقال عن حرم إلا للمسجد. حرما آمنا. نعمل بيوتنا مسجد. طيب شو يعني المسجد؟ شو في بالمسجد؟ شو يعطيني شعور المسجد؟ أول شغلة هي في ألام، في ألام، في ألم. أول شغلة لما بقول معلش اتخلى شوي على الأناقة بس لأنه شوب. لما بحكي مسجد أول كلمة بحكي فيها أنه في أمان. أول كلمة عن المسجد أنه أمان. بس في أمان طمأنينة. هاي الطمأنينة هي الأمان. شغلة ثانية، في شغلة ثانية حلوة كتير. الوجود في المسجد في متعة. شو يعني في متعة؟ يعني لا في حدا ينق ولا حدا يسق ولا حدا يعمل ولا حدا يسق. غير الراحة. أنا بستمتع لما بقعد بالجامع خلص. فإذا في عندي متعة آخر شيء في عندي راحة. أرحنا بها يا بلال. طيب إذا أنا أحقق في المسجد أمان ومتعة وراحة. دققوا هدول العبارات لأنه هدول نحن عم نقارن كيف ساوي بيتي. نحن نحتاج إلى أمر، وهي كلمة أمر، هذا الأمان والمتعة والراحة، هذا حلم البشرية كلها. يعني الله سبحانه وتعالى لما تفضل على قريش شو قال له؟ أطعمهم من جوع وآمنهم أمان، والطعام هو المتعة. فهذا طلب البشرية كلها. الناس اللي بتهاجر هلا شو بدها؟ بدها أمان ومتعة وراحة. إذا واحد بنقص في بيته أول شيء بيبحث عن شو؟ عن الأمان. بعدين أخي بدنا ناكل، لك لو شيء بسيط. بعدين بدنا نرتاح، جبنا فرشة شوي ما نقعد على الأرض. يلي بيهاجر عبر البحر بيروح بدي أمان ومتعة وراحة. طيب إذا واضحين هدول بذهننا، نحن بدنا بيوتنا يكون فيها هدول الثلاثة. أنت الآن إذا بدك تختبري هل بيتك فيها هدول الثلاثة أو لا، أنت اعملي اختبار. هل بيتك أمان لزوجك وأولادك؟ تعالوا نعمل اختبارات. هل الزوج لما بيفوت بيشعر بأمان أكثر؟ لما بيطلع بيقعد على القهوة أمان أكثر؟ بدنا نحكي السدر. ها يعني على فكرة لو ما في رمضان بدنا نحكي السدر، يعني بعض الناس إنه بس في رمضان. هل لما بيفوت على البيت بيشعر بأمان؟ أنا لأعطيك مثال. أنا بدي أحكي على التليفون، أنا بحسن أحكي اللي بدي إياه بالبيت. لما في 100 رؤوب علي، مين هي اللي عم تحاكيها؟ شلون هيك بتقول له شلون بتقول له تعال تغدى عنا انا فاضي هلا؟ مين لك تعزم امك هلا؟ صارت امك افهم مني، معناته مو عايش هذا بامان. فشو بيساوي؟ بيحكي برا، بيحكي برا. بطلع بالتاكسي انا بقول له معلش لا تواخذني، انا كل حديثي بده يضل بالسياره. فيعني تعمل حالك مسمعان لانه ما بحسن يفوت على البيت ضل عم بحكي. لانه مع مين بدك تحكي؟ انا مستشار اسري، كل يوم 20 اتصال، جوزي عمل، اولادي عملوا كذا، شو بدي الا حاكي هيك جوز؟ شلون هيك بتقلها تحاكي جوزها؟ شلون هيك بتحاكي اولادها؟ شو دخلك انت فيها؟ هذا 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 مو معناته مو حاله امان. لا مش كلام. تمام؟ اذا طيب ونفس الشيء الزوج، نفس المحاضرات بنعطيها للازواج. انت زوجتك كل ما بدها تحكي مع اختها، بدها هذول النسوان بيحكوا 100 قصه. كل ما بدها تحكي قصه، ليش هيك قلتي لاختك؟ ليش قلتي كذا؟ ليش دخلتوا؟ ليش عملتوا هيك؟ عن جد انتوا رايحين له شو بدك؟ معناتها انت بيتي ليس امانا. انا لازم اطلع احكي برا، احكي عند الجيران، واذا وصلك خبر بتزعل. بستنى ليطلع. طيب كارثه. طيب خلينا نزيد عليها الاولاد. بنتك بالبيت بتحكي قدامك لما تفوت على الحمام، بتحكي لما بتحكي برا؟ إذا حكيت برا معناته البيت مو أمان. لا قدامنا الحمد لله. تمام؟ أما لو معودتيها إنه عم تحكي وتصرخ وتعيط ونكت وقصص وشي طعمة وشي بلا طعمة، وأنت عاملة حالك مو دريانة، هذا البيت صار بيت أمان. الآن الأمان في الكلام، لسه رح نوصل الأمان في التصرفات والأمان في العبادات. فأنا الآن هل أنا سامحة؟
طيب اولادي كبروا هلا عم يحكي مع رفيقه، طيب هل انا بجيب رفيقه لعندي، بجيب رفيقته لعندي لما تروح لبرا احسن؟ لا بجيب. طيب اذا اجيت وهي رفيقته لبنتي بتحب الغني، بتحب الرقص، ترقص بالبيت عندي وتغني هي ورفيقتها لما تروح لبرا؟ لا 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 تحكوا شيء الله يحاسبنا عليه. لا عندي ولا مره. بتفنشيها بتفتحي الباب عليها، شو عم تعملوا خرب بيتكم؟ عاملين حفله مكياج، شوي حفله مكياج لساتك ما طلعتي من الارض عامله وساوي على مرتين ثلاثه، شو بصير؟ رح تساويهم هدول بس مش تسوي عند رفيقتها. ابنك لا سمح الله علق بالدخان او علق بالكذا، لو عم يعمل هيك يجيب رفقاته وشمي عم يطلع دخان مو قدامك، لما برا يروح يدخن مع رفقاته ما شو خليه بفلجه. طيب بتفلجيه مره واحده، بتخانقيه مره واحده، بعدين خلص بطلقتي بنتك انه حكيت مع فلاني او مع فلان مره واحده. بتفكر بعض النسوان انه والله انا لازم سيطر، انا لازم اضغط. طيب إذا أنت رحتي الصبح للمساء وما أحسنتي، أنت رحتي على الوظيفة ورجعتي الساعة 4، طيب من قبل الساعة 4 شو بتساوي؟ مين بده؟ طيب طلعتي على عمرها 15 يوم، في نسوان أنا لازم أكون فوق راسها، أنا لازم راقبها، طيب رحتي عمرها 15 يوم شو بتساوي؟ الأب يلي بفكر حاله إنه أنا رقيب 24 ساعة، إجا عقد عمل وراح 6 شهور 7 شهور سنة، وين الرقابة اللي معتبر حالك رقيب؟ طيب وهل ابني الأمان عنده في البيت أكثر لما برا؟ طيب نعمل اختبارات. بنتي كم مرة بالأسبوع كم مرة بتروح لعند رفقاتها؟ وكم مرة بتجيب رفقاتها لعندها؟ هل كل يوم بتقلك ماما بدي أطلع مشوار لما حابة تقعد بالبيت؟ الشاب يقعد بالشارع بنص الشارع تلاقيه الساعة 1 2 بالليل قاعدين على الزوالة بالشوارع، لما يقعد بالبيت كم مرة ابنك وبنتك بيقعدوا بياكلوا معك؟ لما بتترجيهم تعوا كلوا معنا، اقعدوا معنا. عندنا مشكلة بيوتنا مو أمان. هذا بده تضحية، بده كثير سعة صدر، بدك تمرقي تسمعي الكلمة الغلط وتعني حالك تدريان. كلمة مو حلوة ولا كلمة، مجرد ما تدخلتي بحياتها مرة واحدة ولا عاد تسمعي ولا كلمة. ها مع مين عم تحكي؟ حكيت اتصل فيها زميلة وحكى معها كلمة. يخرب بيتك شو عملتي فضحتينا؟ طيب خلص معناتها ماما عم تتسمع علي. انت مرة واحدة رح تسمعي، المرات رح تحكي معه مليون كلمة انت ما رح تسمعيها. ما بدي احكي هدول، انا بدي احكي انت سمعتيه عم تحكي معه. هل بتتدخلي؟ بتتدخل الا بتتدخل مجرد ما تدخل. انا بدي اوصل المعنى، انا مو جاي جايب اخر الدنيا لك المعلومه اللي بتعرفيها، كل اللي بدي احكي لكم اياه ما بتعرفوه لما ولا عم نطبقه. لذلك بناتنا برا وشبابنا بالشوارع لانه نحن عم نتدخل، لانه البيت مو حرم امن. انا لما بوقف بس بالجامع وبسجد شو بحكي مع الله؟ حدا بيسمعني؟ لا حدا بيتدخل فيني؟ قديش هو مزعج اخي، ليش عم تقول هيك؟ ما بجوز، لازم تقول هيك اخي، ما دخلك فيني، انا بيني وبين الله حرم. انا لما فت على البيت انا البيت حرم امن، كلمه حرم امن انت ما بتدخل، خاصه اذا فات وسكر على حاله الغرفه. انا بعرف هذا صعب انه والله اشوف ابني رح يغلط واسكت. طيب انت بدك تتحملي الخطا الصغير ولا رح نوصل كيف بدنا نعالج؟ يعني عندنا طرق للعلاج بس مو هي الطريقه، مو طريقه المباشره. طيب ابن أذن الظهر وأذن العصر وما فز، لا صلى ولا هي صليت صلاة الجمعة، العالم راحت ورجعت ولساته الأخ نايم. بالشامي شو منقول؟ يلي بتعرف شو منقول بالشامي؟ علي نايم وما قام صلى، شو منقول علي مشان أعطيه هدية؟ بتفوز لساته متفوز. لا عجبتني وصلتني للفكرة الحلوة، يعني أهل الأول سابقينا، النايم غطي راسه وتفيقه. فبتعني شو الفكرة؟ اتركيه هلا، يعني أنا يعني ما ربي؟ لا لا ما عملك ما تربيه، رح نوصل كيف سنربي، رح نوصل كيف سنوجه، لكن بالأول لحتى نحقق الأمان أنا بدي أعمل اختبار. ابني بيقعد عندي أكثر لما برا أكثر؟
بس هذا المعيار. بتحب تجيب رفقاتها على البيت لما هي بتروح لعندهم؟ طب ليش بتروح لعند رفقاتها؟ لانه ماما لا بتقلي قومي صلي هنيك عندها، ما بدي قلي انه قومي صلي، ما بتقلي قومي اجلي، ما بتقلي ليش ما عم تدرسي، ما بتقلي لا تحكي، لا تعلي صوتك، لا تعملي، ليش لابسه، ليش عامله، على عدد الدقائق طلبات طلبات طلبات. بعدين خلاص شو بدي؟ الناس ما بتحب افعل ولا تفعل، وما بتحب ينبغي ولا ينبغي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينصح الناس شو يقول لهم؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. سيدنا أنس قال له خدمت النبي 10 سنين ما قال لي افعل ولا تفعل، كان يقول لي هلا فعلت ألا فعلت، شو رأيك تعملي هيك؟ شو بتحبي تعملي هيك؟ لو حضرانين معنا دورة الشخصية السداسية كنا تعلمنا مهارات الطلب، كيف نطلب بدون أمر. الآن في عنا هدف أساسي، أنت مو بالبيت دائما، الأب مو بالبيت دائما، أنا بدي أولادي قدام مني، بدي البيت مثل ما حدا ممنوع يدخل بخصوصياتك. جارتك قديش بتنزعجي إذا دقت عليك الباب؟ جارتنا والله سمعتك عم تقولي لجوزك هيك، عيب هيك ما بصير تحكي، شو بتقولي لها؟ شو دخلت؟ مو بيتي أنا، بسكر على حالي، أنا حرة. إيه صوتك طلع، وإذا صوتك طلع أنت ما لك علاقة، أنت ما بتتدخلي بحياتي. نفس الشيء أولادنا هيك عم يقولونا، بدكن يانا نقعد عندكن؟ خلونا البيت حرم آمن، خلي إنا إذا صار مع المليون غلط أنا لما فوت البيت أمان. بعض البيوت للأسف فرع مخابرات، فرع مخابرات. هاتي شنطتك افتحي، شو هاي؟ هاي منين جايتيها وشلون؟ ايوه منين هاي؟ شو قاعدين هون؟ هاي مو من عنا؟ ولي على القصة شممين جارنا ذاك اليوم اجى لعندي دقن، مشان الله جار طلع شو في؟ قال لي شم ريحة ايده. ايش لابنه؟ لابنه. قلت له قال لي شربان دخان، وهو عم يقول لا شميت ريحة ايده، قلت له ما في ريحة. هل يا شيخ انت عم تكذب كذا؟ قلت له انت ما دام بتعرف ليش عم تسألني؟ انت معتبر انه انا عم كذب، ليش عم تسألني؟ عم يقول لك ما في ريحة. راح الولد بس اجى الاب، قلت له انت يعني مجنون؟ شو عم تساوي؟ فوق ما عم يدخن عم تفضحه؟ خرب علي يعني، مشان اعلن لي يقول لك ايه اخي خلص انا بدي ادخن، شو اعلى باب خيرك اركبه؟ لا لسه ما بيصير يفضحه، هو اللي هلا محترم ابوه ما عم يدخن قدامه، انت شو بدك يعني انه ايه انا عم دخن؟ اعطيه حريته اتركه، نحن ما بنحسن. ليش؟ بس خلينا نركز القصة. إذا أنا بحاجة، إذا مضطرين أولادنا يقعدوا عنا، مين مضطر أولاده يضل قدامه؟ هاي الخطوة. أما تبع المراقبة والتحقيق وين رايح وين جاي ومع مين وعميل هيك وساوي هيك وصيري مثلي، هاي كارثة. ليش لازم ما نتبع هذا الأسلوب في التربية؟ لأنه بكل بساطة نحن مو قدوات. أنا وأنت مو قدوات، أنا مو قدوة لابني وأنت مو قدوة لبنتك، شو يعني؟ يعني عندها ملكات وظروف وحياة اجتماعية تختلف عنك. بعدين أنا بتحدى أي وحدة تروح تحط صورتها لما كان عمرها 10 سنين و15، جمعهم هيك اعملي هلا، في ناس كثير لسه عندها صورها القديمة. حطي الصور وتذكري شو كنتي تساوي بهذا العمر. وكل شغلة كنتي تبيحيها لنفسك بيحيها لأولادك. ولا شغلة. بس بيحيها، بس لما كبرنا محمد شلون هيك غلط؟ والله من يومين هيك قاعد، فابني جاوبني جواب، فامه عم تطلع فيه تزوره، طبعا احنا ما في ولا كلمه على الاكل، هلا بنشوف وين المشكله. فلما راح قلت له ولا تحكي ولا كلمه، قال شلون حكيت؟ قلت له انا هيك حكي مع ابي، انا رادت على ابي نفس الجواب، وصفنت انه ابي ما رد علي، فانا سكتت لانه ابي ما رد علي. ابي يتحمل عقلاتي وانا لازم اتحمل عقلاته، الفريق بيني وبينه 30 سنه، بدي احمل عقله مثل ما ابي حمل عقلي وقت كنت فيه. هذا الجواب ما بينقبل كل الناس. فاليوم اذا انا بدي اياهم يصيروا مثلي، هو عمره 20 وانا هلا عمري 50، بدك تصير مثلي، استنى لصير 50 ما عندي مال، نفسها بنتك لما بتصير عملك يمكن تتفوق عليك. بالضبط، اكيد يمكن تلتزم اكثر وتحفظ اكثر وتعلم اكثر. تمام؟ نعم. اما والله انا من هلا بدك تصيري مثل ما كنا،
الجيل كله فاسد عاطل، مين قال لك الجيل فاسد؟ معلش يحكي كلمة لو هيك تجاوزت، يلي بيشوف بس الافلام والمسلسلات بالستينات، والله هلا اشرف مليون مرة. كانوا يعني على زمان فريق اشرف وضربولة يعني فلتانين عشرات الاضعاف عن هلا. بشوية هلا في شوية خوف. في ضبط هلا. تمام؟ اصبح انا بدي اسير البيت، البيت امان. انا ما بدي اتدخل. طيب ليش ما بدي اتدخل؟ لحظة، ليش ما بدي اتدخل؟ لأنه أنا لست قدوة كاملة. ابني له حياته، بنتي إلى حياتها. طيب كيف بدي اتحول ل، كيف بدي أصلحهم؟ كيف بدي أعلمهم؟ إلغي إنه أنت قدوة. أكثر من هيك، لو أنت سيدة القدوات، ما بتعرفوا إنه لا كرامة لنبي في وطنه ومزمار الحي لا يطرب؟ صح لما لا؟ أنا عندي مسرحية، أنا بكتب مسرحيات لل يعني الأخوات بيعملوها بطبعات القرآن. آخر مسرحية سويتها تقية في النار، إنه داعية واعظة وكذا بنات فلتاني، لأنه عم توعظ هذيك هن ما بيسمعوا من أمهم. سبحان الله. وهي بس إخنا صيروا كذا، أنا معلمة أنا كذا، أنتوا ليش ما عم تعلموا؟ ما فكرت تتعب ترافقهم مع حدا تاني. لعل خالتها تعلمها أكثر منك. صحيح. الآن علمياً الرفيق بيعلم أكثر بعشرات الأضعاف، لذلك بدك تعلمي بنتك أخلاق منيحة، نقي لها رفيقة منيحة وحاولي الرسائل اللي بدك إياها توصل عن طريق رفيقتك. صاحب ساحب. حتى نخلص، خليني آخذ قاعدة حتى ريحك. الأب والأم أنت فقط حماية خارجية. فقط للطعام، للشراب، ما ينأذى، ما يصير له شيء، أنا حماية، حماية حارس. أما تنشئة مخه وتفكيره ما هيك. أولاً الآخرين، اثنين إذا أنا بدي أعلمه، وهي كلمة للدكتور راتب، بيقول أطفالنا يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. مين بعيدها؟ مين يعيدها؟ واحدة بس. كمان صف أولى، نحكي هون. نحن بحاجة إلى الأمان. طيب ابني ما بيصلي، بنتي ما بتصلي، أو مؤذن العصر وصار المغرب وما صلي. طيب قومي صلي. طيب إلا أول مرة وثاني مرة، ثالث مرة. هلا في نسوان الله يخلينا إياها بتضربها أو بتخانقها أو بتبهدلها، أو جاي جارتها هي عم تحكي إنه والله ما شاء الله، إنه والله شوفي خالي، شوفي جارتنا، إنه والله أنا جايبة علامات، جايبة علامات، هذا كلياته على جهنم، بدل ما بتصليتي على جهنم. هذيك ما بتعرف انه ما بتصلي، وبيتحول الحديث ليش يا بنتي ما عم تصلي كذا. ثاني مرة ما بقى تفوت تقعد معكم، خلص. تعي عدي معنا، ماما والله مشغولة، بدك تعلميها الكذب، اللف، الدوران، بعدين شوي عم صلي. مو متوضي، ايه بصلي، الولد والله توضيت، صليت، أكيد بالجامع. علمته الكذب، علمته اللف والدوران، علمته يكره القعدة معي. لانه نحن يا جماعه نحن الكبار، واتحداكم اتحداكم اذا في وحده بتقبل تنقال عنها غلطانه. ما بنقبل نحن البشر، ما بنقبل، ما بتقبل بتقول لك والله انا غلطانه. تعملوا هيك تحدي، تكوني مخطئه بطبخه ولا وحده بتقول غلطانه، بس شو بتعمل؟ بتقول انا يعني صح حطيتها هي، بس شوفيها بس لانه انت معصبتني، لانه الاولاد كذا، لانه انا مشغوله، لانه كذا، لانه بجيب لحالها اعذار، في مليون عذر، بس تقول انا غلطانه، هذا تحدي. ها فلا تتعبي حالك، بتدور بنتها، بنتها تقول انه غلطانه، انت ما بتقولي انا غلطانه. مليون مشكله بتصير مع زوجك، لا يمكن تقولي غلطان، وزوجك نفس الشيء. يعني دائما حطوا ببالكم، مو العكس، ما حدا بيقول عن حاله غلطان. يلي بيحاول يقول عن حاله غلطان بده مديح. فشو بيقول؟ انا غلطان ليك واعترفت بغلطي، طب تحمل نتيجه غلطك. لا، انا غلطت لانه 1 2 3 4 5 6. هلا اذا ما لقى ولا غلط هيك الله راه شو صار، قدر من الله. طيب اذا شغله سيئه الشيطان، الله يلعن الشيطان. يعني هو ما غلط، يا الظروف يا الله يا الشيطان. مبرراته صح برضه، ولا شغله من عنده. طب خلينا نسترخي ما دام كلياتنا هيك، لا نحط حالة نطلب من الاخرين انه يعتذروا، ولا نطلب منهم يعترفوا بغلطهم، واولا اولادنا.
لا تضلي ورا بنتك لتعرفي يعني تحطيها على عينها انه هي غلطانه. مدي حالك مدرياني يمدلها على مره ثانيه اذا انت كشفتيه على اول والغلط وحطيتيها مره ثانيه هي ذكيه جدا ما رح تمسك ما تمسك حالها ابدا. يعني اسلوب التغافل يا دكتور بدنا نتغافل نتغافل كثير. لكن خلينا نشوف طب اذا كيف نربي. رح نحط الخطوات. اول خطوه من الطفوله لعمر 7 سنوات ربي بما شئتي. لعبوهم سبع اول 7 سنين بالخناق بالعياط بالتهديد بالوعيد اعملي. ليه؟ لانه هي السنوات اللي عم تاسس. ومره ثانيه وثالثه الكلمه اللي حكيناها اوعك تعلمي بنتك وابنك على شغله وانت بالقدر ما بتصير. طيب شو ساوي؟ اعملي له مجموعات الاولاد الخالي العم الشغله اللي بتعرفي حالك انت ما بتساويها لا تطلبيها. بعدين اذا هو لا طريق خلق لا تحكي بصوت عالي مع اخواتك. شلون هيك عم تحكي رفقاتك؟ انت شو عم تساوي؟ شلون يعني صوتك هيك وعم تقولي لا تعلي صوتي ولا تعصبي ولا تخاني؟ بعدين ما تعطي لاخوك. انت واحد انا بدي اياكم كتله واحده. واذا اخذ اخوك غرض منك بعد 5 دقائق اختك فايته واخذ غرض من هي او رفيتك اخذ غرض من شنطتي. شلون هيك؟ انا ما بقبل حدا ياخذ بغراضي، انا ما بقبل حدا يقرب علي. طب شو بدك تفهم البنت والله؟ حتى تطاع يعني بصير بالمصري اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجلك. تمام؟ اذا من عمر من الصفر لعمر 7 سنوات ربي حطي قواعد لكن احذري ان تكوني قدوه مغايره اللي عم تحكيه. تحكي لها على الرتابه انت مرتبه، مو تسمع باذنها الزوج عم يحكي مليون مره انه انت مو مرتبه. وعم تقول لها بدك تكوني مرتبه. عم تقول لها بدك انت كسلانه وهي عم تسمع باذنها دائما الزوج عم يبهدل الام انه انت كسلانه. فيقي بكير وهي ما بتفيق للساعه 10. شلون بدها تصبط؟ يعني نحن عم نعمل لهم تناقض للاولاد. ما بيصدق امتى يطلع من جوات البيضه ويبدو الطفل مثل الصوص. ما بده حدا يكسر له البيضه، بده هو يكسرها من جوا. هلا الزجاجه اذا قامت تحت البيضه وكسرتي البيضه بيموت الصوص. لازم هو يكسرها من جوا. هو بده يكسر وبده يطلع للدنيا. فيا بيطلع بيلاقي النسخه القدوه يتبعها، يا والله هذول كلياتهم عالم نفاق. واحده من اسباب الحاد لينين بتعرفوها شو؟ ابوه كان ماشي مع الموجة، مع اليهود يهود، مع المسيحيين مسيحيين، مع المسلمين مسلمين. فز طلع بعبارة الدين أفين الشعوب. مو هو اخترعها، بس اطلع قال له ابي العم الموجة هلا مع المسلمين بصير مسلم، مع المسيحيين بصير مسلم، مع اليهود بصير ما لنا علاقة. المهم بعض الناس القدوة السيئة من الأب هي اللي بتخليه يطلع هيك. امي والله كذا، بعدين بتكتشف وحده يعني فتاه بعمل لك استشارات لسه امي بتقول لي لا تحاكي حدا ولا كذا، يعني انا كشفت قصتها كلها شلون تعرفت على ابي وشلون تجوزت. شو السلبينه هلا على حظي؟ انا لسه بوسط جامعه، امي من على الشباك ومن على البليكون ومن على الكذا وكانوا يشتغلوا سوا، بتعرف قصص وسير يعني ما هبه ودب عن ابوه وامه. طب ليش تحطي حالك بهذا الموقف؟ نحن انا بوثق بحالي بس ما هو يعني انا واثقه من حالي. بتقولي هالكلمه بعد ما يمضى 10 سنين، بعد ما يجي 5 سنين. اما لما كانت بسن المراهقه نفس بنتها نفس بنتها، الولد لما بيكون صغير عم يدخن، مو فهمان انه هذا بصير عادي وبصير سرطان وبصير لما بيكبر بصير عمره 30 و40 بيجي ابنه بدخن، اوعى يا ابني سرطان. وهو هيك يا ابني والله الدخان صعب، والله يعني انت مالك شخصيه اذا عم تدخن، والله هذا كافيين اللي بدخنوا، انت شو عم تساوي؟ انا بعرف بس مبلينا يا ابي نحن جينا نحن يا ريت حدا ربانا لا تحكي. عودي حالك اطلعي من فكره انت القدوه. طيب ليش نحن بنصر انه نحن القدوه؟ رح نجاوب الجواب الصاعق المزعج. نحن ما بدنا اولادنا يطلعوا مناح لانه هن لازم يطلعوا مناح، لازم يطلعوا مناح لانه اولادنا. يعني انت بدك بنتك تطلع حافظه لكتاب الله
عشان مش هاي يقولوا سعاد بنت ليلى هي بنتي طلعت حافظة هاي رياء وسمعة هاي في حدا في حدا هلا كنت بفترة بالمدرسة السكات بشهادة الولد ست سنين أخذ مركز فإنه شو نكتب دقت لي شو نكتب على الشهادة يعني تحبت كولاتر قلت له أبوه قلت له لا اسمه بس لأنه أنا ما بدي يحط إنه والله أبوه كذا لأنه الناس أصلاً لما بترأى لأنه أبوه كذا لأنه أبوه كذا لأنه ما بدي يفتخر ما بدي تفتخر لا بعيلته ولا بأبوه هو شو نجاحه هو شو إنجازه أما للأسف كثير نساء كثير آباء ابني بنتي خزيتيني أو عزيتيني طب شو لك علاقة هلا إذا خزتها في بالدين عنا في تزر وزرة ووزرة أخرى بنتك طلعت مو منيحة أنت ليش حاملة هم ما تجاوب الناس اللي لهم ابن نوح شو سوا بس هي مسؤوليتي أنا تبعتي أنت عملتي اللي عليك عملك أنت نوح وطلعت بنتك مو مثل ما بدك المعذورة لما لا معذورة الله شو قال للنبي ليس عليك هم ليس فلعلك باخع عن نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا شو بدك انت عملت لست عليه بمسيطر المجتمع ما بيعذر الوالدين او بقول اوقف طب بس اللي يزعجنا اللي عم يزعجنا حكي الناس علينا مو حكي عليهم يعني ما بيجوا بيقولوا لك والله هي ليلى تعبانه ها شايفه بنتك بنتك هي تربايتك هاي بنتك هيك مين قال لك انه انت بتحسني اللي بتسوي وعشرات المشايخ عشرات مشايخ بعرفهم زملائنا اولادهم طالعين بعالم اخر عالم اخر هلا تذكروا اسماء المشايخ اللي بتعرفوهم جيبوا لي كم واحد بتعرفوا اولادهم ليش اولادهم مو على خطهم قدوه الان لا تحكي ولا كلمه بدنا نتفق من واحد لسبعة ربي شو ما بدك بعدين انت اشتغلي بالقدوة لا تحكي ولا لا تفعل ولا تفعل طب شو بدنا نسوي بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة طولي بالك ولا تحولي الصلاة والقرآن إلى فرض وكره مشاكل والله ولد من الأولاد بإذني الأب معاه شوف قدام النساء شوف شلون ابن الشيخ هذا حافظ هذا ابن جيران حافظ انت مو حافظ سريك الولد قدامي الولد عمره 8 سنين بالله شعور قال يا ريتني مسيحي والله بالحق ناديت له عمو ليش قال لي كنيان هذا ما بيزبون يحفظوا القران تمام روح الجامعة ما تروح الجامعة انت خنزير الجماعة شو خنزير الجماعة اذن الظهر وما راح صلاة الجماعة صار اسمه خنزير الجماعة قلت له خلص خنزير خلص شو يعني شو اكثر من خنزير يعني خلصنا لك ما بتحكي للجيران للقرايبين فضحته سمعته صارت زباله بنت بكره شو بدك تتجوزيها وانت فاضحتيها وين ما كان كسلانه ما بتساعدني بالجلي بتفيق متاخره ما بتصلي ما بتعمل بقى. طيب بعدين بيجي العريس احكي لنا عنها والله بنتي منيحه ورائعه طب انت هلا حاكي نص الدنيا بتعرفي بنتك خلاص بتعمل انت بدون ما تشعر هي بدها تصير شو بدها تصير اجباري يعني اجباري بدها تصير وبدها تصير مثلي مين قال لك انه انت رقم واحد مين قال لك انه هي رقم واحد ما في حدا بالدنيا رقم واحد الا النبي عليه الصلاه والسلام يلي بارع في كل شيء اما البقايا كل واحد سيدنا عمر على عظمته يقول اشكو غلظه في نفسي أنا منيح وآدمي بهالأرنية بس عندي شدة عندي غلطة على الناس كمال الله سبحانه سيدنا أبو بكر عنده حدة الثاني عنده كذا كل واحد عنده عيب ما حدا قال عن حاله أنا اتخذوني قدوة بس النبي عليه الصلاة والسلام فأنا وإنتي مو قدوات طب شو نساوي هيئي بعد السبع سنوات هيئي البيئة دكتور هي مش قدوات ولا اشي الام ما مين قال لك انه قدوه ما هي قدوه التربيه الاولى قدوه ليش هي مو قدوه بكل شيء في طباع في مهارات في كفاءات انت بدك اياها تطلع بارعه في القران انت بجوز عندك لدغه انت ما بتعرفي ما ممكن تصيري قارئه قران محترفه يمكن بنتك عندها قدره على نطق ومخارج حروف افضل مني عندها براعة في الشعر انت ما عندك عندها براعة بحفظ الرياضيات بحل المسائل طيب تصير مثلك شو تصير يعني تنزل يعني تنزليها لمستواكي
انت حطي لها قدوات، مو قدوه واحده. هي الان سبارعه في الحديث، تعلمي منها، هي تعلمي منها قران، هي تعلمي منها كذا. تذكر لما كنت عم بخطب مين بدك؟ قلت لها بدي وحده مثل مرت خالي، مرت خالي ملكه الترتيب والعرف وشو صح وشو خطا، وبدي اياها مثل خالتي انه نشطه حركه، بدي اياها مثلك انه طيبه، بدي اياها مثل فلان. مجموع هدول الصفات بدي اياهم موجودين بوحده، اما والله مثلك بس لا. كم مشكلة صاير مع امي وابي ومع امك وابوك؟ شلون يعني شلون بدك اياها تصير وانت كم مشكلة مع زوجك؟ صيري ماما مثلي. يعني مثل ما بزمانك لحشتيه بالهيئة من فوق. لا لا اخذي بس انه يعني اصلا الاكابرية والحلاوة اللي عم تساويها مع جوز مع زوجي ما بتعرفها البنت، مو شايفتها. يعني ما عندنا نحن هذا العلة قلة الحياة انه والله تحكي لك كلمتين مع حلوة مع زوجك او توعدي معه او تساوي، ما بنساويها. فهي شو عم تشوف؟ الخناق، الاوامر، النقاش، ليش صرفتي؟ ليش عملتي؟ انت ليش رحت؟ ليش تاخرت؟ كله جدل. فاليوم اذا انا بدي احول بيتي لامان، اطلعي من دور المراقب، اطلعي من دور القدوة. اذا لا مراقبة ولا قدوة. طيب شو بدي ساوي؟ من صفر لسبعة ربي، بعدين روحي اصنعي مجموعة من الصديقات من الأصدقاء الجيدين لأولادك، أنت ساعديهم. يعني لقيتي وحدة بنت عالم وناس أكابر طباعها بتناسبكم، ماما جيبيها. ليش عم تقعدوا برا؟ تعوا أنا بسوي لكم بالبيت أكل، بجيب لكم جاهز، بعملكم حفلة. فاتت على غرفتها، حكوا، عيطوا، اعملي حالك مو سمعاني ولا كلمة. على مرة تنتين ثلاثة بتصير بترجع البنت انه ماما امان، تتصرف. مو ممكن تتدخلي بحالة الضرورة القصوى، القصوى. اما انا فايتة طالعة وعودية هي تيجي تستشيرك. استني، خلي تسأل 100 زلمة لحتى تعرف انه ماما مصدر امان. اذا حكيت لها ما بتفضحني، بنرجعها. ممكن تقولي لها والله ما بعرف انا هيك رأيي، بس اذا بدك استشيري في الآنسة الفلانية، هي خبيرة بالقصص. في آنسة فلانية خبير القصص، في عندهم بالشام آنسات، كل آنسة مختصة بموضوع. بعمر معين روحي لعند فلان، بعمر معين روحي لعند فلان، تزوجتي روحي لعند فلان، جبتي أولاد روحي لعند فلان. كل وحدة خبيرة دارسة وقايمة حاطة بهذا المجال. أما والله أنا يعني سوبرمان، الأم سوبرمان، إنه بتعرف بكل شيء، تفهم بالطبخ وبالتربية وبالأخلاق وبالسياسة وبالثقافة وبالعرف. الأبها. مين قال لك انه والله خبيرة مكياج وخبيرة ازياء؟ طيب طالعة البنت حابة تلبس، حابة، انت بتعرفي شو بينحط شو اللي ما بينحط؟ لا مش كل شيء. انا بسألك ليش تسألي لها؟ في وحدة ثانية خبيرة أكثر. شلون بدها تعيش؟ شلون بدها تدرس؟ شو الطريقة الأفضل؟ يلا امسكي الكتاب وحطي عينك بالكتاب، مين قال لك انت بتعرفي شو طباع بنتك بالقراءة؟ عندنا ست أنواع من أنواع الحفظ. قراءة سطرية تحت سطرية، جانبية، قراءة المرأة، أنت ما بتعرفيهم كلهم. يعني أنا ما بفهم غير تعطيني الكتاب أمسك وتقري لي سطر سطر، كلمة كلمة. إذا بنتك مو من أصحاب الذكاء اللغوي، الذكاء الإجمالي، دائما بدها تاكل بهدلة. دائما ضرب. طيب، ما بدك تعرفي شو طبيعتها، أنت ما بتعرفي. مثل بالطب، أنت بتفهمي بكل أمراض بنتك، شو بتساوي؟ روحي لعند الطبيب كمان بعلاقاتها بطبيعتها بنشأتها. روحي اعملي لها بس مجتمع، وانت حارس حارس بس من بعيد، بس حارس. لا مجرد ما تدخلتي مرة ثانية وثالثة وألف، ستسمح لك بالتدخل مرة واحدة فقط. زوجك رح يسمح لك بالتدخل مرة واحدة فقط، الثانية رح يلاقوا 100 طريقة الابتعاد. نص رجال على القهاوي ليش؟ لانه بفوت على البيت ما في امان، بدها تهلكوا اسئله. واعمل وساوي، وليش عملت؟ ليش ما ساويت؟ وليش ما شاورتني؟ وليش بس 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 يعطيك العافيه، بدي اريح دماغي كل يوم اقتال وما معي مصاري اخذ وحده ثانيه، والثانيه رح تجي هيك. فخلاص بحمل حالي بهرب على القهوه، ما عاد في او بيحكي اللي بده اياه، ما حدا بيساوي. نعم.
طب دكتور لو كلامه صح وتصرفاته امان مش بكون براحه في البيت. هذا المشكله مو موجود. هذا بتعرفي هذا الرجل امتى انتهى؟ انتهى بالسنه 30 للهجره لما انتهوا الخلفاء الراشدين. يعني بعدين خلصوا 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 كله خلصوا خلصوا. دكتور راتب بيقول كلمه حلوه، بيقول في رجال في اباء لما بفوت على البيت بصير في عيد المرض حكت لهم الاولاد يفرحوا بابا كذا. في واحد لما بيطلع من البيت بصير في عيد خلصت منه السنه. وليش عملتي خاصه اذا كبر بالعمر وتجاوز ال 50 وتقاعد؟ وليش عملتي ليش حاطه هون وليش جايبتيهم وليش رافعه وليش نازله وليش عملي نزلي وبتدخل بالمخلل وبالزيتون وبالزيت؟ حل عنا بقى اطلاق. بصير لما بيطلع بصير في عيد. يا الله راح بابا. كارثه كارثه. طيب عودي حالك من الان، انا بدي اعطي امان. بالعكس انا لما بفوت على البيت انا امان. بالعكس ماما عندك مشكله رح تيجي لعندي، عندي حل بقول لك، ما عندي حل لك ولا تتدخلي. هلا انا ابني الصغير ما معه واتس، رفقاته كلهم بيبعثوا لي على الواتس تبعه. تصل الرساله ما بفتحها. سعد خود بابا شوف كذا. بابا ما شو دخلني؟ بيبعث لي شوف شو باعت لي هذا، شو دخلني انا؟ شو عمل لك؟ انا ما دخلني ما دخلني. هو عم يقول الروح ونجو. قلت له ما دخلني، انت هي الكلام تسال امك، انا ما لي علاقه. يعني انت قريت؟ قلت له ما قريت بابا، انا ما دخلني. على ما شلون يعني ما دخلني؟ تسقط شخصيته هنا بهلا. صاروا لما رفقاته بيبعثوا نكت، بيبعثوا قصص، عندهم يقين انه ابوه ما بيشوف. لا احنا انا بسكر يعني بيفتح بيرجع لي اياه، ولا كاني شفت. تغافل. بيحكي كلام احيانا كلمه مو حلوه، كلمه نابه، ولا كاني شفت، لانه انا مره واحده اذا بقول له شو هاد؟ بس يعطيك العافيه حزن. بدل رفيقه حاكيني بدل نشوفك برا. والله وين رايح بابا؟ صلي المغرب. بيطلع بعد المغرب قاعد مع رفقاته وحكى سوا. شو بدي بالقصة انا؟ دكتور بس هذا الكلام يعني بمراحل، في مراحل نقدر نتخطاها، بس الطفل بمرحلة المراهقة بالذات يعني احيانا بده شوية مراقبة، بدك تراقب. اصعب شيء المراقبة، قلت لك بس مسموح لعمر 7 سنين. بس من 7 سنين. ما بعد السبعه، ما بعد السبع من مرحله المراهقه اذا بتحسني. نصيحه لاخوك، انا من اخوك اعتبرني يلا. انا عندي البركه 3 شباب وبنت ومرقوا بكل المراحل. هلا اخر يعني اكبر واحد هلا زوجته، يعني خلص انتهينا مرحله الشباب والهي. المراهق بالذات اذا بتحسني نصيحه من هالدقن، ما تصبحي عليها ولا تمسي عليها ساوي. تركيا اعتقية لله، اعتقية لله، لأنه الأم والأب بهالمرحلة هي صوص بدها تطلع. أي حدا بده يضغط عليها أنت عم تعكري لها حياتها، هي بدها تطلع بدها تكتشف الحياة بنفسها. فأنت أي كلمة ليش قاعدة هيك؟ طيب رح أجيب لكم مثال، مثال بس نختم فيه. الآن جايينا رمضان، بس رح نفتح بعدين أسئلة. جايينا رمضان، واحدة من الطامات الكبرى الكوارث الحكي على افطار رمضان. كثير اولادنا ما بيفطروا معنا ولا بيتغدوا معنا، بس برمضان بيضطروا قاعدين مع بعض. بحلالها هو هي لسه ما عندنا نبي. اليوم شلونك انت رايحه؟ ما قلت لك لا تلبسي هالكنزه، هي ضيقه كذا. وانت ما بتشرف غير هلا، ما بتعرف تجيب كم غلط معك على البيت. والرجال ما قلت لك لا تجيب هدول؟ عليكي وعلى الفطور الولد فات على غرفته، البنت عندنا هي ثاني يوم معزوم عند رفقاتي، الولد الاب فز من نص الاكل، تضرب انت والبيت والعيشه. جرائم قتل عم تصير على الفطور. افتحوا اقراوا جرائم على مائده الافطار. هو كمان نفس الشيء. يا اختي اخطات، هلا صايمه ما ذاقت الاكل، ما عرفت كذا. لك مرة يا أخي كله بقول لهم 5 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق أقصى شيء، وبعدين كل واحد بده يركض، يا بتصلي بده يتفرج على التلفزيون يا كذا. مرة 5 دقائق، مرة مرة فوت على الغرفة بعدين، شو هالأكل؟ شو الزبالة اللي عم تجيب لنا؟ شو هالكذا؟ مرقنا 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 أول مو عندي هلا على السفرة
قانون هلا صرنا شغالين في 3 سنين، ما بصير الاخ يحكي مع اخوه ولا الاخ مع اخته، ليش عامله هيك؟ بعد الاكل. يعني بدي لا بعد الاكل، بعد الاكل يا ما قايم السفره يا بتسكتوا يا انا باكل جوا. عودي حالك على السفره ما في، اما هي بتكسبها ان انا جوز عم ياكل وعم يسمع لها، لانه بخلص اكل ما بيسمعني، هلا بده يسمعني، ايه تفضلي. على مره مرتين والله اكلت تغديت رايح عند امي، ما بدي اكل عند الجيران، بدي اكل بتسوي لي سندويشه باكل بعدين. من ورا البهدله الدائمه، الام رقم واحد الاب رقم اثنين، هاي كارثه، هذا مو امان، هي يعني شجار. هذا عندي حلقه برمضان مكتوب عليها انه افطار ام شجار، كل شيء مشاكل على الفطور. مشاكلنا مو على الافطار، مشاكلنا مو على الطعام. بس اجلي 5 دقائق بدك تعلمي ابنك ياكل، يا مولاد بكالين وتاركين الصفر. ما قلت لك مد ايدك من هون ليش كذا؟ ستيك الخبزه لا تاخذ كثير، قلل قبل ما نعود، قبل ما نعود عدي معه من الصعب. ماما هلا بدنا نعود ناكل، رح اذكرك بالمعلومه اللي قلت لك اياها 7000 مره، كل قدامك لا تقسم الخبزه، مسك المعلقه، مسك الشوكه، لا تشرشي، احكيهم كلهم تمام؟ بس بعد نص ساعه يروح اكل، ولا كلمه، ولا كلمه. رد مد ايده اخذ من نص الصينيه، رد اخذ كذا، رد اخذ الملح، تقاتلوا على الملح، تقاتلوا على بالاكل، على الاكل ولا كلمه، غير الامراض القاتله اللي بدها تصير معهم. اصعب شيء الامراض اثناء الاكل. واضح؟ بس الافكار الاساسيه حكينا امان، طبعا لما حكينا امان حكينا صار، لما صار الامان صار بيت متعه، صار بيت، صار سعادته انه يقعد البيت بفضل الله، بفضل الله. بس لا يمكن افتح الباب شو عم تعمل؟ لا يمكن مراقبه، لا يمكن صوت طالع شغله عم يشوف، شغله عم يشوف كذا، افتح الباب راقب شو عملت شو سويت. مرة ثانية عيارك مرة واحدة، وانت مو موجودة 24 ساعة بالبيت، الاب مو موجود 24 ساعة بالبيت، تمام؟ مو نحن القدوات هم. انا مو قدوة، نحن بعد معاناة وصلنا للفكرة هي. انت هلا ملتزمة بالقرآن وبالحديث وبالقصة، هلا زوجتي الله كرم اخذت البخاري واخذت الاتقان في القرآن هلا بس بعد العمر. طب ليش مو بصغرك؟ وين كان عقلنا بعالم ثاني وقصص ثانيه؟ زي ما حكى سيدي هلا نحن بدنا بخمس دقائق يصير مثل اللي بيأسلم جديد، بده أسلم من هون بعد 5 دقائق بدي انا اصير صحابي. طولوا بالكم لسه هلا اسلم الزلمه. هلا اسلم بده اياه يصير صحابي بعد 5 دقائق. تحجبت هلا لازم تكوني حافظه القران والسنه وصحيح البخاري والسنن كلياتها وتعرفي الهيئات والابعاد طولي بالك عليها. طيب مين يعني؟ الاسلوب يلي قاله الشيخ الشعراوي، لحالك الشيخ الشعراوي قال حتى تفهموا شو اصطبر عليها. انت فايت بدك تاكل، انت انتبهت انه اولادك مو مصلين الظهر وصار الغداء، انت فوت قول لهم بلشوا انا بس لازم صلي لانه رح يقدر العصر، قوم الله اكبر، انت عم تصلي قدامه الله اكبر، هلا هن بده يستحوا شويه دم يقوم فيز يصلي، صح؟ صار عنده رح يستنوك لتبل، يعني ما رح ياكلوا انت عم تاكل. هلا برمضان يستحيل تعوا ونصلي، يلا بلشوا بابا، بس انا والله انا اذا اكلت ما عاد احسن قوم صلي، رح اصلي وكذا. اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رضا والله عطشاني كذا، ما بتلاقي لحالهم بلشوا يسحبوا ويصلوا، ولا واحد يصليت واحد بيصلي، ما صلى السنه رجع ولا ما بتصلي السنه، يا كافر يا فاسق يا زنديق ببطل ياكل. مين ببعت؟ ببعت رفيقه بيحكي له، ببعته على دروس، ليش بدهم مساجد؟ ليش المشايخ؟ بيرجع بيعلمه هداك. انا في لي صله بروح بحكي مع الشيخ، الله يوفق، بس دير لي بالك على ابني، يعني خلينا نركز على موضوع الصلاه. اما مو انا لانه انا صرت رقيب. ليفو ابي وبهدلني اول مره وثاني مره وثالث مره، ايه خلاص بعد ورجي، يا بيجي بعد المغرب تمام، يا بكذب قول صليت بلا وضوء. قال له شيخي بجوز الصلاه بلا وضوء؟ مين بيعرف شو قال له؟
قال له ابني ما بيجوز. شو قال له هذا؟ قال له سيدي شو رايك اني جربتها وزبطت.